السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أنا كان عندي أرباح بنكية، ومن فترة يعني كانت أختي متعثرة، ف يعني اديتها 2000 جنيه من الأرباح البنكية، فعلى سبيل يعني إيه الصدقة يعني أختي. فعايز أعرف يعني الفلوس دي أعمل فيها إيه؟ والله يا أخي أخرج مكانها، هذا ما أنصحك به. مكانها؟ نعم، لا تطعم أختك الربا. السلام عليكم. جزاك الله خير. وإياكم المسلمين.